ولد الشاعر السعودي مانع بن شلحاط العجمي في 5 مايو عام 1954، ولد في مدينة الكويت، يعد من مشاهير الشعر الشعبي في الجزيرة العربية. اسمه بالكامل مانع بن محمد بن مانع العجمي المعروف بمانع بن شلحاط، هو واحد من كبار شعراء السعودية، له العديد من الأمسيات والمشاركات الوطنية، ولطالما اشتهر بجرأته في نقد الآخرين بشعره، كما انتقد مهرجان الجنادرية وجمعيات الثقافة والفنون. اشتهر بن شلحاط بقصائده الغزلية، إذ كتب أول قصيدة له في عام 1974، ونشرت في مجلة النهضة بعنوان مرآة الأمة. هو من مواليد مدينة جدة، وسبق أن كشف أنه يبلغ من العمر 71 عاماً. هو متزوج ولديه 3 أبناء و4 بنات. ابنه هو الشاعر محمد الذي سبق وشارك في مسابقة برنامج شاعر المليون، لكنه لم يفز باللقب. روى الشاعر السعودي مانع بن شلحاط قصة زواجه من أمريكية وسبب طلاقه منها بعد 3 سنوات من الزواج، كما تحدث عن عمله في شركة أرامكو وابتعاثه للدراسة في أمريكا. وأوضح ابن شلحاط خلال استضافته في حلقة من برنامج الشريان على MBC أنه انتقل إلى الشرقية بعد انتقال والده للعمل بشركة أرامكو السعودية، ودرس المتوسطة بمدرسة جودة، وعمل أثناء دراسته في الثانوية في شركة أرامكو بمجال الحفر. وأضاف أن شركة أرامكو ابتعثته إلى أمريكا وحصل على دبلوم من هناك، ثم بعد ذلك تزوج ابنة رئيسه المباشر في العمل وهو أمريكي يدعى كريكس، مشيرا إلى أن ما سهل للزواج بابنة هذا الرجل أن أحد أقربائه كان متزوجا من شقيقة كريكس. وتابع ابن شلحاط إنه كان قد تعرف على البنت أثناء تواجده بأمريكا، ثم بعد 2 من عودته حضرت البنت مع عائلتها إلى الظهران، مضيفا أنه ووالدها وعدد من موظفي أرامكو كانوا يخرجون كثيرا في رحلات بحرية، لذلك زاد التعارف مع البنت وأسرتها، فتقدم لخطبتها وأشار إلى أن الأب وافق فورا عندما تقدم لخطبة ابنته، إلا أن والدتها ترددت في البداية، فاستعان بزوجة قريبه الأمريكية وهي عمة البنت، وبالفعل تكللت مساعيه بالنجاح، واستمر زواجه منها 3 سنوات ثم طلقها دون أن يرزق بأبناء، مضيفا أن أمها كانت وراء طلاقهما، وذلك بعد أن علمت أنه يعمل على حظها للدخول في الإسلام. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.